وما يعود. بسم الله الرحمن الرحيم. ميلود أغريب منشد من المنشدين ديال الدار البيضاء معروف. وقعت لي واحد الحادثة، تحدى لي واحد السيد. باختصار أنا هبط باش نبلاصي الطوموبيله ديالي حدا العساس، جاي ضير تلاقيت واحد الصديق ديالي وركت انا وياه شويه في الكريسي. جا واحد السيد تنعرفوه وما تيعرفنا، ما قال لا سلام لا كلام، قال لك اسيدي بغيت شي بار. قلنا له اخو حنا وجه البيران، سير اخو قلب شي بلاصه اخرى. شويه هو يقرب حدانا قال لك وانا عسكري حكرتوني، وانا راه عسكري وعندي ولدي في الرباط 35 سنه تيدير شي حاجه وولادي وعائله. قال لي ديك السيد وصافي يا صاحبي سير بدل صحابه اخرى. قلت له اجي نقول لك الشريف دابا منين تابوا وليداتك وهذا وحنا في كوفيد وفي هذه الازمه، سير بدل ساعه اخرى والاحسن والاجدر والرجوله تمشي عند وليداتك وتبقى الدور. دابا راه كاين اصحاب القرطه هنايا، حنا كنعرفوا المدينه، حنا راه ساكنين هنايا. شوما واتقي الله، اتقي الله، بركه عليك من لكتي. على كل حال هو يقول لي وانا بحالك انت هو اللي تنقلب عليهم. هو يزيد مشى يقد جوج خطوات، انا حيت مع اعطاني بالضر وزاد انا من ظهري. انا بارك انا والسيد بحال هكا شويه صاحبي تيدير لي بحال هكا تيغمزني، هو راه جاي من كفاتي فهمتيني، جا غفلني بدون انذار، ضربني الضربه الاولى هنا ياك، وفي نفس البلاصه الضربه الثانيه هنا، وانا غادي طيحت صاحبي تصور ويتقبني عاوتاني هنايا. ها انتم كل شيء واضح. على كل حال نعم انا غيبت، انا غيبت، انا واحد الوليد واحد الشاب شان نقول لك ما عرفتش ديز من تما، هما جو واحد كبير واحد صغير، هذاك الاخر تبعو، وانا شدني ذاك الوليد بحال هكايا شان نطيح وتنوض فهمتي. هزوني داوني الدوريه اللي كاينه هنايا حدا القوس، حطوني تمايا، رجال الامن اتصلوا بالبومبيه الى اخره، داوني وخيطت هنا في ميريزكو، وعاود مشينا درنا المحضر، وعاود خيطت عاوتاني هنايا في 20 غشت، وتنوه بواحد الولد واحد الدكتور شاب سميتو امين، تبارك الله يدو الله يعطيه العز ديالو، تبارك الله. الناس منين شافوا هذا الشيء قالوا لي راه دار لك خياطه زوينه. على كل حال انا تنطلب من المسؤولين والناس ذوي القرار والناس اللي في هذه البلاد الحكماء والناس الصالحين باش ياخذوا لي الحق ديالي والضرر ديالي المادي والمعنوي. وانا راه من 2018 وانا مريح، تمشي للمناسبات، تنديروا شويه الامداح تيتهلاو فينا الناس تبارك الله. المغاربه كلهم كرماء تيكرمونا وعايشين، وانا معروف السيكتور ديالي تيقول لي الفقيه انا مؤذن. ها هو فاش كانت الصلوات مع السي عبد الرحمن الصدري انا كنت كنقدم تما، تيعرفوني كل شيء، كل شيء تيعرفني، انا معروف الحومه ديالي. وتنرجو الله يجعل هذه البلاد بلدا امن مطمئن وسائر للمسلمين، ونصر الله منصور ولا تنصر عليه، اللهم ارزقه البطانه الصالحه لا تعقدوا الى الخيرات، الله يشافيه الله يعافيه، الله يعطيه الرجال الاقوياء اللي يكونوا في كتافه ويحميوا هذه البلد، والله يبعد علينا كاع ولاد الحرام. ولكن خاص الامن يتكتف، لان احنا راه مرارا هذا الشيء تيوقع، ماشي غير انا، وهذا الشيء راه موجود وكلكم تعرف. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هو هذاك بعد راه هرب وتبعوه الدراري وجابوه للدوريه، سولوه لقوني انا تمايا واعتقلوه بالمينوط، وقال لهم واحد السيد قلبوا راه عنده، وجبدوا ليه بوضلعه هذاك باش ضربني، وفيه الدم ديالي وكل شيء، ومازال لهيه في التحقيق تيكذب، تيقول لي ايوا جيب لي التنازل وهذا ونتفاهموا حنا رجال، تيوقع هذا الشيء بين الرجال. قلت له ما بقيتيش دابا عسكري، قلت له يا الشريف شتي الضربه هذه، وهذه الضربه هذه خصك 4 المليون و5 المليون باش ندير لها التجميل، وهذا الدم اللي ضاع مني غتقدر تعوض ليا، والسكانر والتصاور على هنا والتصاور هنا، 800 درهم ديال الدوايات والخلعه والوالدين، الوالده عندي مراه كبيره تخلعات كانت غادا تموت ليا. يعني اش غنقول لك انا 3000 درهم اللي خاسر بعدا ديال 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 الدوايات وديال السكانيرات وديال سميتو، وما فايتش عليا. يعني الا مشيتي لميريزكو اش غنقول لك مكزاره تما ما شاء الله. يعني مرت كيفاش انا بعد اول مره تفاجات
حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. انا بغيت الضرر ديالي المادي والمعنوي، ماشي شغلي انا. المهم يعرف يضرب الرجال، يعرف يضرب الناس، اللي جاي يجي يتعدى على شي واحد ما يمكنش. ايوا انا اقسم بالله لو بغيت انا ديك الساعه نختصر هاد الشيء كلشي، نقول لهم بغي غريسيني ونتبلى عليه. راكم نتوما عارفين القانون اضعف الايمان خمس سنين. انا قلت الحقيقه ثم الحقيقه، والله حسبي ورقيبي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.